كابتن علاء، ميداليا يعني كانت قبل المباراه متاكدين بنسبه كبيره ان احنا هناخدها، والحمد لله كان فال حسن ووشك حلو. لا اولا يا ايمن مبروك طبعا على اولا كل ما ينتمي النادي الاهلي بقى في اي مكان، مش في مصر وفي قطر، لا النادي الاهلي جماهيره في كل مكان في العالم كله، الف الف مبروك. بطوله كانت صعبه لانك يعني ما كسبتش البطوله سهله، يعني لما وصلت المركز الثالث لا حاجه مش سهله، بطولة كانت صعبة جدا، مجهود فظيع جدا بذلوا اللعيبة من بداية بايرن ميونخ طبعا. مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي، مبروك كابتن محمود الخطيب، مبروك لكل الناس، مش عايز أقول أسامي كتير لأن فعلا كل ما ينتمي لهذا النادي العظيم ألف 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 مبروك. ميدالية مستحقة، وكنت ممكن توصل فعلا لأكتر من كده، لكن هي بقى القرعة لو وقعتك مع فريق قوي جدا. لكن بجد انا وانا بقول لك يا ايمن قبل الاستوديو ان شاء الله ان هنجيب ميداليه، انا كنت بقول لك على يقين والله ما كنتش بتمنى، كنت واثق والله العظيم كنت واثق جدا النهارده ان احنا ان شاء الله نفوز بالميداليه البرونزيه. جات لك منين الثقه؟ ما اعرفش والله ايمن بجد احساس كده قبل المباراه، زي ما اتفرج على ضربات الجزاء انا ما كنتش منفعل على فكره خالص، ولا اتنططت ولا حاجه، والله العظيم ما انفعلت. احنا كنا بنموت. انتوا كنتوا بتموتوا. انا صوتي راح يا كابتن. لا والله انا والله كنت قاعد ما عنديش انفعال خالص، اني على يقين حتى واحنا مضيعين. والله حتى بعد ضربه مروان يعني فيها سوء بخت فظيع، ما انا محطوط حلو قوي. لكن انا كان عندي ثقه في الشناوي. برافو عليك. انا عندي ثقه في الشناوي ايمن. مركز قوي. مركز قوي بغض النظر عن شاف اللعيبه او ما شافهاش، انا عندي ثقه في وجود الشناوي مديني ثقه جامده جدا. ما عنديش ادنى شك ان ممكن يحصل حاجه النهارده، وفعلا ربنا كرم الحمد لله. بجد هم يستاهلوا مجهود صحيح. بجد تعب جامد جدا، مبروك، والناس تفرح براحتها ومن حقهم. وقلتها كلمه من فتره، النادي الاهلي مش نادي كبير، النادي الاهلي نادي عالمي، انت في مكان صح. تاني خالص صح. فرجاء كده اقولها لكم على الهواء، اي حد بيتكلم عن النادي الاهلي يعني يتأنى. لا مش يتأنى، لا 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 لا, لا. مش يتأنى خالص، ما فيش تأني، خليك بعيد خالص. لان انت بص يا كابتن شريف، انت في مكانه وكل الانديه في مكانه تاني، مع احترامي الكامل ليهم، كل الانديه اللي في مصر اللي في افريقيا العرب كله، النادي الاهلي يا جماعه في حته تانيه خالص. واكيد اللي انا متاكد منه الفتره القادمه او السنين الجايه في طفره هتحصل في النادي الاهلي، فعلا هيبقى حته عالميه بجد. ثالث عالم مرتين يا كابتن. الحمد لله. لا وفي طفره هتحصل في النادي الاهلي ايمن، انا متاكد ان البطوله دي مش هتعدي كده. ان البطوله دي انت خدت فيها زي ما يعني كان بيتكلم عن ماركتنج وكده، وان اسم النادي، لا اسم النادي الاهلي راح في حته ثانيه خالص بعد البطوله دي. صحيح. انت بتحقق ارقام قياسيه ايمن، صعب حد يحققها. انت النهارده تساويت مع اوكلاند في اكتر عدد ماتشات في كاس العالم، 15 مباراه، واخد البرونزيه مرتين، الفريق الوحيد اللي طلع على المنصه مرتين. لا انت بتتكلم في نادي يا جماعه، نادي عالمي. صحيح. مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، الف الف مبروك، ودايما يا رب ان شاء الله الافراح. يا رب ان شاء الله.